الدكتور عبد الوهاب السماك العميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات في التجمع الخامس. المعهد عندنا فيه اربع برامج، في برنامج علوم حاسب وده يتبع قطاع علوم الحاسب في وزارة التعليم العالي، وفي ثلاث برامج تبع القطاع التجاري، برنامج محاسبة، برنامج إدارة أعمال، وبرنامج نظم معلومات إدارية أو بالاسم الجديد نظم معلومات الأعمال. برنامج علوم الحاسب برنامج عندنا متميز حقيقة، لأن احنا بنهتم بالجانب التطبيقي. يعني عندنا ما شاء الله مجموعة من المعامل المتميزة المتخصصة، بحيث ان كل طالب عندي يبقى قاعد على جهاز لوحده، ولأن عدد الطلاب عندي قليل وعدد المعامل عندي كبير فبيغطي عدد الطلاب. فإحنا الجانب التطبيقي مهم جدا عشان سوق العمل، بنهتم جدا بإثقال الطالب بالمهارات اللازمة اللي تمكنه من الالتحاق بسوق العمل. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا برضو في برنامج علوم الحاسب طبقنا اللائحة الجديدة اللي هي طبعا للإطار المرجعي اللي عمله قطاع علوم الحاسب في الوزارة. اللائحة دي ممتازة جدا، متطورة، يعني موجود فيها مجموعة من المقررات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، زي مثلا التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعليم تعلم الآلة، مهمة جدا جدا، زي مثلا نظم embedded systems، زي مثلا انترنت الأشياء مهمة جدا جدا دلوقتي IoT، طبعا بالإضافة إلى الحاجات التقليدية زي البرمجة وبرمجة الويب وبرمجة الموبايل وشبكات الحاسب وسرية المعلومات اللي هي السيكوريتي والسايبر سيكوريتي، كل أنواع السيكوريتي. تمام، دي حاجات خلاص يعني كل الكليات بتدرسها، لكن في اللائحة الجديدة تركيز على التطبيقات المطلوبة في سوق العمل دلوقتي، زي ما قلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والIoT والشبكات والسيكوريتي وحاجات زي كده. فدي حاجة. الحاجة التانية، احنا عندنا بندعم جدا النشاط العلمي في المعهد، انه احنا عندنا طلاب اللي هم حابين، مش عايز اقول لك المتفوقين، لان في طالب بيبقى مش بيحب المذاكره قوي ولكن عنده نهم السلف ليرنينج، يعلم نفسه وبيبقى حاسس بالسوق محتاج ايه وبيركز على الحاجه دي، يلا يشتغل على نفسه من اول يوم، ما بيستناش لما يخلص. ممكن مثلا اديله الاي اي في سنه ثالثه مثلا، والتطبيقات والروبوت والحاجات دي في رابعه، هو مش عايز، هو مستعجل، فده بيشتغل على نفسه، احنا بنساعده. احنا عندنا كمان في الطلاب بنقدم لهم مجموعه من نظم الرعايه والانشطه. الرعايه عندنا رعايه الشباب، بناخد بالنا من الطلاب المتعسرين، في عندنا كتير جدا طلاب عندهم ظروفهم صعبه، وفي الطلاب المميزين، الاثنين بنقدم لهم نسب تخفيض مختلفة ولكن بناخدهم في الحسبان، حتى كل من هو تحت رعاية تكافل وكرامة ليه تخفيض عندنا، اللي والده متوفي، اللي عنده ظروف معاش قليل، والده له معاش، أي ظروف اجتماعية ليه بنراعيهم وبنعمل لهم تخفيضات بنسب. طلاب متفوقين الأول والثاني والثالث كل واحد ليه نسبة، حتى اللي أخوه في المعهد ليه نسبة تخفيض. طيب بالنسبة للأنشطة عندنا مجموعة كبيرة من الأنشطة، في أنشطة علمية زي ما قلت لك، موضوع بتاع الـ ACBC وفريق بداية ده نشاط علمي، في أنشطة رياضية، تمام، بنعمل مسابقات داخلية ومسابقات بنشترك تبع الوزارة، في أنشطة فنية، مسرحيات ويعملوا حاجات ومعارض وحاجات زي كده وكلها تبع الوزارة، ودايما بناخد مراكز. أنشطة ثقافية، تمام، عملنا كذا ندوة في المعهد عن مواد، مشروع مواد والمخدرات وحاجات كتيرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي. بنعمل لهم، عملنا مسابقة القرآن الكريم ووزعنا جوائز عليهم. في أنشطة رحلات طبعا ومعسكرات، دي شغالة دلوقتي، راحوا الأقصر وأسوان وراحوا بورسعيد واسكندرية والجوالة، أنشطة كتير جدا. فالطالب عنده فرايتز من الأنشطة تخليه يبقى شيء، يبقى جنب الجانب التعليمي في جانب ثقافي وجانب اجتماعي وجانب رياضي وفني وهكذا. فدي حاجة مميزة بنقدمها في المعهد.